السلام عليكم الإخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في حلقة جديدة إن شاء الله من الحلقات ديالنا اللي كنهضروا فيها على القانون، التغاريد، الكوديكو وكل ما يتعلق يعني بالتغاريد الكوبية. وصلنا الإخوان في التغاريد المتراكبة. هضرنا وتكلمنا في الحلقة ديال اللي فاتت من هذا الجزء هذا ديال الخاص بالتغاريد يعني المتراكبة الكونطادا أو لاصادا، وصلنا على التغاريد اللي هي كتكون اللي تكلمنا عليها اللي هي كتكون يعني أبيرطا يعني بدون تشيوا ولا بدون تيرميناسيون اللي كتبقى محلولة ما يسمى بأيكو، وكذلك التغاريد اللي هي كتكون يعني كوبلا سرادة اللي هي بالقفل يعني مسدودة، وسواء كانت بتشيو فيلادو أو بالتيرميناسيون. وصلنا الإخوان دابا في التغاريد المتراكبة اللي هي الإيجابية، وفي الموقف ديالها يعني كتكون السلبية. كتبدأ التغاريد اللي كتبدأ هنا من دوس كامبيوس حتى السينكو كامبيوس، يعني من جوج التعديلات حتى الخمسة ديال التعديلات. والحكام أعطى الصلاحية أو القانون أعطى الصلاحية للحكام باش يعني وعطاها حتى في القانون ماشي غير الحكم فقط، بالأحرى عطاها للطير. الطير ممكن يمشي حتى لستة ديال التعديلات حتى لسبعة ديال التعديلات شروطا أن يكون يعني خاضع للمسائل القانونية، وغادي نذكروها إن شاء الله. فنبينوا بعدا ونتكلموا الإخوان، نبينوا هنا ونتكلموا على التغاريد اللي غنهضروا عليها. هنا سمعوا الإخوان كتبدأ، ماشي نقصوا الإخوان إلا سمحتوا، سمحتوا أن الإخوان نقصوا شوية باش دابا هنا درت النوب الأولى جوج يعني تعديلات اللي كيبداو يعني هاتف 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 بلي 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 مارتيادو، والهاتف هاتف هاتف يعني الأكثرية ينسبونها كذلك البلي بلي مارتيادو من نوع آخر، البعض ينسبوها إلى الطابليتيو، البعض عدة أمور في هذا الباب. المهم الشاهد في الباب هنا هو جوج تعديلات، جوج تعديلات. والمصطلح اللي معروف عند الناس هنا خوت الإخوان الموالي هو يعني هاتف 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 فوالا هاتف 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 بلي 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 بلي. هنا جوج ديال التعديلات، هنا الطير كيتخلص عادي يعني كيتخلص بجوج في جوج، عنده جوج تركيبات لحد الان ادى اغروده مزيانه. وكيجي هنا نفس الكلام، نفس الكلام الاخوه لاحظوا هنا، وكيجيب عليه التيمبر هذا لا تيرميناسيون. هنا تزادت لي تزادوا ليه ثلاثه ديال النقاط، جوج ديال لي تيرميناسيون ونقطه ديال تشيوا كيولي هذا الطرق بسبعه ديال النقاط. هنا الاخوان لاحظوا هنا بلاتي باش كل حاجه نهضر عليها ونتكلم عليها. وكاين كذلك ملي كيضرب اربعه ديال التغاريد كيتخلص عليهم اربعه وكيعاودوا لا تيرميناسيون، قد ما زادوا شونج شونج قد ما وخي شونج نقط واحد كيتخلص. والله سمعنا هنا الشونجمون اللي دخل فيه نيت هاد فهاد فهاد فمشى بالميسيدا وضرب يعني على خمسة ديال الشونجمون بالتيرميناسيون، فهنا لابيل كله كومبلي. ومن من المسائل ديال يعني تفنون في التركيبة انت كدير واحد لابيل كيبدا بواحد جوج وكيمشي حتى لاخر حتى لاتيرميناسيون وكتعاود تبدلو غير بواحد الميسيدا في الوسط نفسه، وكيعطي واحد الايقاع اخر والطير كيخلص من جديد. وحتى في الحفاظه ما كتجيش للطير صعيبه لانه عنده الطير كلام كامل لابيل بينتيني غيدير المجهود ديالو غير في واحد الميسيده اللي جات الوسط كيبان بحال شونجمون ديال الطير. وهنا الاخوان غادي تسمعوا هنا باش نتكلموا على الامور الاخرى اللي كيقدر يديرها الطير ويتخلص. ها سمعوا هنا الطابليتيو ميسيده ولا بلي 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 مارتيادو تيرميناسيون. لاحظوا هنايا غنعاودها، لاحظوا هنا طابليتيو ميسيدا
ميس بلي بلي سيمبلي ماتري بلي بلي مارتيادو اي تيرميناسيون. هنا هاد سير شونجمون الاخوان يتخلص فيه كامل، وممكن يضربوا بشكل اخر يعني تال سته ديال الشونجمون ويعاود فيه وحده من مثلا طابليتي. وانا غنعطيكم هنا اكزامبل كنبغي هنا نوضح لكم، ما يعني ماشي غادي نهضر ونوضح دابا، حاولت نحط لكم لي زوديو وتشوفوا باش الانسان يفهم، يعني العادي والبادي كيف كيقولوا يفهم. كنبغي نشرح الامور من كل جوانب الاخوان، غير صبروا معنا. اسمع هنا طابليتيو ميسيدا لي بلي سيمبلي، تعاودت طابليتيو هنا ولا سته بالطابليتيو اللي ضربها في الاول يقدر يعاودها الطير مره واحده. لاحظوا غنقولها لكم عاوتاني غادي نسمعها لكم. لاحظوا ها هي الطابليتيو، لاحظوا واش غتعاود، ها هي تعاودت هنا. اذا ضرب سته وعاود واحد الطلق اللي كان تضرب هو في الراس اللي كان جوك طابليتيو وعاودو قبل ما يضرب البليبلي مارتيادو يمشي لا تيرميناسيو. هنا الطير يتخلص، القانون والمشرع عطاه بانه الى عاود الاغروده مره واحده كتخلص، وكذلك قدر يمشي حتى لسبعه ولكن يعاود الاغروده مره واحده. هذه مساله الاخوان يعني ممكن الطير يديرها ويتخلص. غنشوفوا المساله الاخرى، لاحظوا هنا الحاجه اللي ما غاديش يتخلص، وغنعطيو غير المثال غير في هذا. دابا هذا البليبلي مارتيادو اللي كاين مع البليبلي الاخر حتى هو مارتيادو من نوع اخر، المهم هذيك هاتف مع المارتيادو غتعاود، هي غتعاود جوج المرات. فهنا الحكام كيعطيه الديسكور دانتيج يعني موان دو لانه ما غيتخلص في حتى حاجه. لاحظوا هنا فوالا هو هادي عاوده، يقدر المولوع ما يديهاش فيها ولكن الحكم غيلاحظها. لاحظ ضربوا النوبل جوج المرات، المره الاولى وعاودوا. فهنا الاخوان هنا كيتسمى الديسكوردانتيس. هنا في يعني كاع التغاريد انا عطيتكم هذا اكزامبل هنا باش نوضح لكم الصوره. كاع التغاريد اللي كتكون متراكمه ملي كتمشي يعني خاضع لي غوربي ديالها، يعني العدد ديال لي غوربي، وكتمشي مع تعاود شي وحده فيهم مره واحده كتخلص، وكيتحسبوا ليه بجوج، لا هذيك اللي ضرب الاولى ولا اللي ضرب الثانيه. ولكن اللي خيبه واللي ما كات ينوطيهاش المحكم واللي كيعطي يعني يعطيها نقطه سلبيه، هي تعاودوا لك جوج تغاريد جوج المرات، سواء في كاتر شونجمون او في ديال 5 شونجمون او في 6 شونجمون ولا 7 شونجمون. هنا كيعطيه ديسكوردانتيس هنا موان دو. ملاحظه اخرى الاخوان، لاحظوا دابا ملي كنعطيو واحد لابيل فيه 5 شونجمون، 5 شونجمون كيبدا من بلي بلي سيمبلي وبالبيسيدا بلي 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 تيبيلي تيبيلي تيبيلي، وكيجيب واحد البلي بلي ديال النوع ديال البلي بلي مارتيادو او كاسكابيلادو، وكيجيب داك البلي بلي اللي هو ممطرق اللي عليه كتجي تيرميناسيون، يعني 5 ضرب 5 هما هادو 5. الطير من هاد الخمسة إلا كان هو طير راسة وكيف كيقولوا يعني مؤدي يعني كيأدي واحد الأداء جميل وكيقرطف الكلام، يقدر يخرج منه هذا فيه 11، ويقدر يقلب غير هذا اللي جا قبل تيرميناسيون نجيبو الأول ويضرب عاوتاني بخمسة ويعطي 11 أخرى، يقلب هذا ويعطيك بأربعة ويجيب يعني واحد 8، يعني من أبيل واحد يقدر يوصل حتى 40 نقط، 40 نقط. ولهذا علاش عطى المشرع يعني بعد القساوة زجرية في البيناليزاسيون في يعني في النقاط السلبية، مثلا غير بلين بلين ولا بلين بلين ديال البانسو
ما يسمى عندنا حنا يعني فاي 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 ولا جاجا جا ولا بيو بيو ولا المهم بينسو هو اللي كتنسب للبينسو اللي ديالو دمه. وغنجيو ان شاء الله وغادي نوضحوا هادشي ديال البينسو. كيعطيوه مهندس انت كتجيك بزاف علاش القص، ولكن ما تنساش شحال عطى الطير ديال الايجابيات ملي كيبدا هو يشونج. اذا ما كيرحموش في بعض الامور لانه هنا المشرع ما كيعاقبش غير الطائر في هذا النوع ديال التغاليد ديال بحال اللي الكانتي كاناري ولا البينسونادا ولا الرولادا توري، وهادو هما اللي فيهم قباح كاين 10 6 5 هادو صعاب، ماشي كي بيناليزي غير الطائر، راه كيعطي حتى العقوبه حتى مول الطائر، لانه حاجه عيب بحال هذا النوع ديال العيوب انت تخلي الطائر يسمعهم وما درتيش معاه بالك الى اخره. فكيف رحم الطائر وما ضيعوش في الشونجمون ديالو في التغريده ديالو، راه ما رحموش حتى في العيوب. غادي نجيو ان شاء الله الرحمن الرحيم هاد الامور ديال السلبيات من بعد. دابا الحلقه الجايه غادي نهضروا على نظريات الحكم لا بريسيون بوزيتيفا، وغادي نهضروا عليها مزيان وغنتكلموا عليها لان هذيك كتشمل الولاعه وهي الولاعه في الحقيقه. وكذلك ندوزوا هذيك الساعه المسائل التغاليد السلبيات. تبارك الله عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا، وتحياتي لكم وشكرا على المتابعه.